35 قائمة للرئاسة و70 قائمة للعضوية قدمت أوراق اعتمادها لمأمور الانتخابات للسلطات المحلية البدوية في النقب دون إدراج اسم أي امرأة اليوم الأشياء اللي كانت موجودتي بيشتغلن فيها اللي هي مش موجودة فأنا يكون اليوم في عندي مجلس في المجلس اللي هو يكون مسؤول عن البلد بشكل عام فليش ما يكون لنا دور؟ اذا احنا ما طلبنا في دورنا واحنا وصلنا لهدفنا ولمساعده مجتمعنا مش راح اي رجل يجي ويقول يلا بنات ابدا، يلا نساء ابدا، اذا احنا ما كانت عندنا القوه والشجاعه مش راح نوصل، بس احنا الحمد لله عندنا القوه وعندنا الشجاعه وعندنا الثقافه وعندنا العطاء في المجتمع يتشدق البعض بضروره تعزيز المشاركه النسائيه في مجال التمثيل السياسي في السلطات المحليه العربيه خصوصا في ظل توفر نساء قياديات قادرات على الظفر بالعضويه في السلطه المحليه وذلك كخطوه اولى نحو العداله الاجتماعيه انا باعتقادي الانتفاض على هذا الموضوع يجب ان يكون اولا من المراه العربيه الاكاديميه والمتعلمه وهي موجوده بشكل كبير جدا ثم ان يتقبل الشارع العربي وجود المراه كشريكه ليس فقط في البيت انما ايضا في العمل السياسي المحلي وربما حتى في المستقبل في العمل السياسي القطري هذا الى جانب الاكاديمي الذي حققت فيه انجازات كبيره جدا. يرى البعض ان المجتمع النقباوي بحاجه الى رفع مستوى التوعيه والتثقيف ازاء الديمقراطيه من رياض الاطفال بهدف تغيير النظره النمطيه لدور وقدرات المراه في صنع القرار فاذا بدانا اليوم ربما يكون التنفيذ في العقدين القادمين.